كان للفنانين المصريين دورا بارزا في ثورة 30 يونيو والتي بدأتها حملة التمرد والتي جمعت 22 مليون توقيع لانتخابات رئاسية مبكرة. 134,465 مصري إلى التواجد غدا في كل ساحات التحرير وميادين التحرير وأمام أصر الاتحادية من أجل تنفيذ إرادة الشعب المصري في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وفي 6 يونيو 2013 كان للفنانين دور بارز في اعتصام المثقفين والفنانين والمبدعين لإقالة وزير الثقافة الإخواني، حيث حرص الفنانين على التواجد في محيط وزارة الثقافة وإعلان اعتصامهم حتى ثورة 30. وكان صباح يوم 30 يونيو اليوم الذي أبهر فيه الشعب المصري العالم أجمع، عندما نزل الجميع إلى كل ميادين مصر. أنا نازلة علشان مصر، لأن أنا شفت فيها كل الخير، ونفسي الأجيال اللي جاية تشوف الخير اللي أنا شفته. يا مصر وعلي الصوت، عمر فنك ما هيموت. غني يا مصر وعلي الصوت، عمر ثقافتك ما هتموت. وأمام وزارة الثقافة كان الهتاف الأقوى ارحل ارحل. وبعد المهلة المحددة خرجت جحافل الشعب المصري كلها تنادي بإسقاط مرسي وإسقاط حكم المرسي. إن القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب، وتمهل الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة. ولأول مرة بعد ثورة 25 يناير يخرج الشعب مع الجيش والشرطة وهم يرددون نموت نموت ويحيى الوطن. ليخرج بعد ذلك الفريق أول عبد الفتاح السيسي ملقيا بيانه إلى الأمة، ومع قرار القوات المسلحة بانتخابات رئاسية مبكرة وتنصيب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور رئيسا لمصر في الفترة الانتقالية، انطلقت الإعلام ترفرف في سماء الوطن من جديد ويكتب شهادة وفاة الإخوان. شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا. يكتب شهادة وفاة الإخوان. وانهدم الجدار العازل الذي صنعه الإخوان بين المسلمين والمسيحيين في مصر، بين جماعتهم وطوائف الشعب المصري المختلفة. واسترد الجيش المصري والشرطة هيبتهم من جديد، وانتشرت صور عبد الفتاح السيسي
كقائد عام لكل المصريين من 30 يونيو. وكان الفيلم الذي صنعه خالد يوسف لجميع الشعب المصري وطوائفه المختلفة هو الأكثر مشاهدة على التلفزيونات المصرية والعربية وقنوات اليوتيوب. وكان الخطاب الثالث للمشير عبد الفتاح السيسي الذي دعا المصريين للنزول الجمعة لإعطاء الجيش والشرطة تفويضا بمواجهة العنف والإرهاب المحتمل. أنا بطلب من المصريين طلب، بطلب من المصريين طلب، يوم الجمعة الجاية، يوم الجمعة الجاية لابد من نزول كل المصريين الشرفاء الأمناء. وكان يوم 30 يونيو خرج جميع الفنانين على رأسهم مجموعة من الوزراء السابقين مرددين يا أغلى اسم في الوجود يا مصر. بدأت الحرب ضد الإرهاب في النهضة وربع العدوية التي حولها الإخوان إلى حصون مشيدة. وبدأت مصر عهد جديد مع افتتاح احتفالية إعلان موعد الاستفتاء على الدستور الجديد، ليخرج المصريين جميعا يحملون هدفا واحد وهو دستور جديد لعصر جديد. السيدات والسادة المواطنون، يشرفني أن أقف فوق هذا المنبر في يوم يستقبل فيه الرئيس أعضاء اللجنة التي صاغت الوثيقة الدستورية الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، اليوم أقف أمامكم للمرة الأخيرة بزي العسكري بعد أن قررت إنهاء خدمتي كقائد عام للقوات المسلحة وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي. ودخلت مصر مرحلة جديدة ليبدأ التنافس على كرسي الرئاسة بين المرشحين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي. يا سيادة الرئيس، بالمرأة المصرية خيرا، فلقد أثبتت عبر تجارب ديمقراطية متوالية أن مشاركتها نشطة فاعلة ووعيها ناضج متحضر. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. تحيا جمهورية مصر العربية. تحيا جمهورية مصر العربية. تحيا جمهورية مصر العربية.
حد الأقصى كام؟ 42. طب دول كتير علي، دول كتير علي. أنا بقول قدامكم هنا هعمل حاجتين، المبلغ ده نصه مش هاخده، وأنا لا أتفضل بيه على حد، نصه مش هاخده. طب كده؟ طب في حاجة تانية أقدر أعملها؟ نعم، نص ما أمتلكه، نص ما أمتلكه حتى اللي ورثته عن أبويا أنا هتنازل عنه عشان خاطر بلدنا.